بالمناسبة أنا عايز أهنيك بصراحة وأقول لك مبروك على النجاح الباهر الكبير اللي أنت عملته من خلال شخصية طه في مسلسل الليلة واللي فيها مع النجمة زينة والمخرج هاني خليفة. بصراحة أداء أكتر. السؤال، أنت إزاي قدرت يعني تجسد الشخصية الصعبة دي بكل المشاعر المتناقضة اللي فيها؟ بس في ليدر، مخرج، ممثل، إذا لم يقع أمام أعين مخرج واعي ومهتم بتفاصيل التمثيل، الممثل هيمثل على مزاجه، وفي مساحة للممثل إنه يمثل على مزاجه، بس تحت إشراف، تحت راية، تحت رؤية. فأنا ربنا يعني أنعم عليا بأن أنا معايا مخرج عظيم زي هاني خليفة، وجالي فترة أنا قبليها سنتين تقريبا ما عملش حاجة، أما قعدت مع هاني الراجل غير مني أنا، يعني غير من شكل، غير من إزاي أفكر في الشخصية تاني. أنا فعلا دخلت ورش التمثيل مع هاني خليفة، اتدربت تدريب قاسي وكان عنيف عشان يوصل بيا للحظة صدق في طه. فدخلت جوه طه، فبقى طه. أنا ما توقعتش النتائج دي على فكرة، ولكن أنا قلت أنا انبسطت، أنا استمتعت كممثل. وجود زينة وهي صديقة وأخت عزيزة يعني كانت برضو ساعدتني، لأن هي كان في لحظات عنف وأنا كنت بابا عنيف بجد، استعبك جدا، لأن تعبت. أنا لأن أنا تعبت لك. هقول لحضرتك على حاجة، أنا مفروض بنضرب بتاع وبقى على الأرض، فهم عملوا مكت علاء مرسي عشان بس يبقى على الأرض ودم وبتاع، فيبقى بدالية وياخد شطاته براحته فيها وبتاع، وانا خلصت، شكرا علاء، روح انت خلصت دورك. الحاجة العجيبة ان هو وهو بيبص في المنتور لقى مش دي دماغ علاء، فقال لهم شيلوا التمثال ده، كلموا الاستاذ علاء يجي. فكلمني بتاع الانتاج، هو مش عارف يقول لي اجي عشان اعمل ايه، بيقول لي استاذ هاني عايزك عشان تكمل. قلت له احنا خلصت، قال لي لا هو عايزك. فرحت فقال لي ينفع تنام هنا، هتفضل معانا كده 3 ايام، ولو ما عملتش كده انا هعطل وهبقى حاسس ان انا عندي مصيبه في الشغل. فقلت له يعني انا هفضل اجي اوردر كامل اعمل ميك اب ويحطوا لي دم وانام هنا 3 ايام؟ قال لي لو مش عايز خلاص، بس انا حبيت اعرض عليك وعندي امل انك توافق. فقلت له انا موافق، وعملت كده وبقيت انام، ما عدا لحظة بس لما كانوا بيشيلوا جثة يحطوها في الكيس، هي دي بس اللي انا ما عملتهاش. اي حاجة قبلها كنت انا فعلا الزق، الشيل، الحط، تكاثر الدم، تعرف احنا في الراكورات، فطبعا لما بيعملوا كات فلازم يحط دم تاني فيحط عليا دم تاني وهكذا، طبعا الدم ده انا كده فالدم بينزل. فكنت في حتة، انا خرجت من التجربة دي بقول لحضرتك ورش التمثيل رجعت هاوي تاني فيها، عشان كده كانت دي النتيجة. وأنا أأمل إن أبقى في الأدوار دي، مش في نمط، بس أنا نفسي ما بقاش مصنف، لا مختلف، قدام نجم عالمي على الحمد لله. أنا بقول لك وأنا مش بجاملك، أنا عارف، أنا عارف بقول لك قدام نجم عالمي الحمد لله وأداء رائع، وانا ما اعرفش انت ازاي قدرت الحمد لله تخرج من الشخصيه دي بعد ما خلصتها. لا قعدت بيها، قعدت وكنت ابص لزينة في بعد الاوردر ما خلص وانا ماشي بنفس الاحساس.